السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الحلقة 37 يتابع للكفاءة أو علاقة الكفاءة الاقتصادية بتحريم الخمر والميسر. تكلمنا الحلقة الماضية اللي هي 36 عن مفهوم وكيفية أو التكييف الفقهي لتحريم الخمر والميسر. في بداية هذه الحلقة أود أن أشير أمر له علاقة سواء من الاقتصاد أو من التشريع مع بعض، أن مثلا آدم سميث أبو الاقتصاديين له مقولة شهيرة جدا، يقول: ليس من كرم اللحام أو صانع أو عاصر الخمر والخباز يأتينا غذاءنا. طبعا آدم سميث راجل اسكتلندي، وهو ناتج البيئة الاسكتلندية، وهم الاسكتلنديين يعني الجو، بعض الناس تعلل ان هم بقى جو بارد في، يقول لك ده يعني يبرر ان هم يشربوا الخمر كثير، وخاصة البيرة يعني. وبرضو بعض الناس يقول لك الجو الحر هو اللي بيدفع الناس، يعني كلها علل. لكن آدم سميث كأبو الاقتصاديين وأول من كتب ثروة الأمم Wealth of Nation، ولذلك درس، هو أول من درس وقنن العلم الاقتصادي، لذلك سموه أبو الاقتصاديين. لذلك أنا نشوف بقى الفرق فين تأثر الإنسان بالبيئة اللي حواليه وبين الوحي الخالص حينما يأتي من الله سبحانه وتعالى. فآدم سميث كان أصلا بيدرس، قبل ما يدرس في الاقتصاد كان بيدرس في علم الأخلاقيات. فلما تيجي واحد زي آدم سميث كبير هذا فيقول إيه، يربط أو يساوي ما بين اللحام والخباز وصانع الخمر، وعايز يعلم فكرة إن الإنسان ده حينما بيأتي الرزق عن طريق حاجة اسمها invisible hand، المصلحة الخاصة أو المصلحة الشخصية. وأنا رديت على ذلك في الجزء الأول من الكتاب، اللي هي المصلحة الخاصة هي اللي بتخلينا نسعى إن إحنا نعمل ونجتهد ونأتي بالأرزاق. فكرة مختلفة كلية عن العقيدة الإسلامية. نحن بنؤمن بالله سبحانه وتعالى كخالق وهو الرزاق، وأن وظيفة الإنسان عبادة الله. يعني معادلة بسيطة جدا، لكن طبعا في تطبيقها اليوم في حياة البشر حاجة ضخمة جدا، تشمل كل صغيرة وحياته. وقلنا احنا المثل: كل ما لك فيه اختيار هو محل اختبار. لذلك الباب الأول مهم جدا، سواء في الكتاب أو في الفيديوهات. طيب، آدم سميث قال هذا الكلام وساوى بينهما، لكن حينما يأتي الوحي يقول إن هما رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. يبقى ده وحي محرر من الإرادة البشرية، بل هو حريص على مصلحة الإنسان والمجتمع الإنسان. يعني أنا قلت نكمل بهذا فكرة تحريم الخمر وربطها بالتشريع وإيجاد مثل عملي لمثل آدم سميث، وهو اجتمع عليه الناس إن هو أبو الاقتصاديين، ونحن في مجال نتكلم عن الكفاءة الاقتصادية. ما هي الكفاءة الاقتصادية؟ طبعا في العلم الاقتصاد الماكسمايزيشن مينيمايزيشن والأوبتمايزيشن، يعني كلام كده تبص تلاقي العلم ده بالذات فيه التسويق، علم الإدارة وعلم الاقتصاد فيه كلام كتير، وكل يوم نظرية وكل يوم مفاهيم جديدة. لكن في الكفاءة الاقتصادية أمر بسيط جدا وظاهر
في تحريم الخمر والميسر. احنا بنبص ان الخمر فيها ضرر، ضرر على الصحة، ضرر على الإنسان وعلى المجتمع، واضح جدا. لكن ما نبتديش من هنا من هذا الضرر. طب بص، هذا الخمر أو هذا الميسر هو أصلا في المجتمع إن أنت بتستخدم المواد اللي ربنا خلقها سبحانه وتعالى، موارد، resources، تستخدم بشر، والبشر هما أهم مولد ربنا سبحانه وتعالى رزق به البشر. يعني إحنا كبشر ربنا رزقنا بالموارد اللي هي من هذه الموارد نستمد بها وسائل الحياة، متاع الحياة، ومنها الموارد البشرية نفسها. فلما تيجي أنت تبدأ مثلا الخمر، نمسك الشيء معروف الواين مثلا معمول من العنب، العنب ده عشان تعمله بتستخدم أرض، والأرض بتستخدم ليبر، بتستخدم مواد البذور، غير بقى اللي انت بتستخدم الموارد الطبيعية اللي احنا قلناها الديفاين فاكتورز اللي هي العناصر الإلهية. بعد كل هذا بيطلع عنب جميل جدا فيه فايدة للإنسان، مفروض ان انت تستفيد منه. يعني انت لو رصيدك مثلا 100 وعندك العنب وزرع العنب بتاعه، تضيف ايه في النهاية؟ 10%، على اساس ان انت استخدمت الموارد بتاعتك. يوم يجي الإنسان هذه الموارد يستخدمها في شيء يضر الإنسان، يعملها خمرة. إذا نقص الموارد، بدل ما كانت 100 بقت 90، وبدل ما كانت هتفيد الإنسان 10 بقت هتضره 20 و30. يعني خفض الموقع بتاع الإنسان اللي ابتدى منه، اللي احنا قلنا 100، مش بقى مثلا فيه ضرر، لا ده خفضه بقى وصل للـ70 والـ60. يعني هو بيقلل من الموارد ثم يستخدم هذه الموارد في الضرر للإنسان. ولذلك خص الله سبحانه وتعالى بالخمر والميسر بالاجتناب والأنصاب والأزلام، وقلنا في التكييف الفقهي أنها تفقد الإنسان قيمته الحقيقية. ده الخمر، خمر مؤسسة ضخمة جدا. لو بصيت انت الاقتصاد اي بلد اوروبي تجد ان صناعة الخمر بتستحوذ، انا مش عايز ادي ستاتستيك لكن واضح جدا، يعني تستحوذ على كمية كبيرة جدا منها. بس انت لو بصيت لها من بداية استخدام الموارد، يعني شوف تستخدم الموارد في غير محلها، انها تنتج عنب تستخدمه في ان انت تعمل منه واين، وبعدين الواين ده هي تعمل خمرة، شوف بقى تعبية ليبر كبير ضخم جدا، مصانع اللي بتعمل فيها الخمر ثم توزعها، أماكن التوزيع، بعد التوزيع بقى تشوف يشرب الإنسان الخمر يقوم ضرر ليه، يقوم يتعالج المستشفيات، بعد المستشفيات هم يعمل مشاكل مع المشاكل الاجتماعية لأنه فقد البند الاجتماعي، المونة الاجتماعية، يقوم يحتاج إلى تكلفة بوليس عالية جدا، زائد البوليس والمحاكم، يعني عملية في منتهى الخطورة. إذن في النهاية هذه الظاهرة لا تقف فقط على أنها بتضر الإنسان، وإنما تبتدي من أنها بتفقد الموارد وتوجه الموارد، بدل ما تنفع الإنسان تضر الإنسان. ولهذا كان هنا تحريم أشد من أي تحريم آخر، وهو أن تصل إلى الاجتناب. طيب، قد يكون الخمر واضحة، لما الميسر بقى؟ إحنا الميسر هو في النهاية بتدفع فلوس مقابل فلوس، بس إحنا لم ندرك ذلك في خريطة المعاملات. ليه؟ لأنها حالة خاصة وهي غير خاضعة لماني فور نقد، ماني مقابل نقد، وهنشوف إزاي. فعشان نفهم الميسر لازم نشرح مبدأ ماكينة الميسر أو ماكينة القمار. في البداية ما تلاقي ماكينة، الماكينة دي عبارة عن مكنة تخش مكان
سواء مخصص أو غير مخصص، تضع فيه نقود كوين وتنتظر تعمل أداء معين، تقول المكنة تشتغل لما تحط لها الفلوس دي، وإما تكسب أو تخسر في مكان تاني يجي لك المكسب أو يضيع عليك المبلغ اللي أنت حاطينه. فهذه هي مكنة القمار أو مكنة الميسر. المبدأ بتاعها إيه بقى؟ وده مهم جدا نعرفه عشان نفهمه. نسأل سؤالين. السؤال الأول، هل من الممكن للإنسان اللي بيلعب مع المكنة، خلي بالك بيلعب مع المكنة لأن هو مفيش غيره، هو المكنة حط فيها الكوين، هل لهذا الإنسان ممكن أن يكسب؟ الإجابة فكر فيها شوية كده. إنسان يخش مكان موجود فيه المكنة، يقوم هو بدافع شخصي طلع من جيبه قرش أو كوين بقيمتها تتفاوت يحطها في المكنة أملا منه إن هو يكسب، إن هذا القرش ده هيجيب له أكتر. السؤال هنا، هل ممكن أن يكسب؟ الإجابة بوضوح، نعم ممكن أن يكسب دون شك. كم من تجربة، دخل واحد معاه كوين واحد يحطها، أول ما يحطها يكسب يجيله 4 أو 5 كوين. طب كويس، نضع ده على جنب. طب السؤال الآخر، هل الماكينة ممكن أن تخسر؟ وهنا بقى نوضح المبدأ اللي بتعمل عليه. طبعا مستحيل المكنة تخسر، لأن من باب أولى أصلا المكنة مشروع تجاري. المكان اللي هي محطوط فيه ده فيه إيجار، المكنة نفسها لها قيمة، اللي بيشغل المكنة كهرباء فيها running cost اللي هي التكلفة، زائد إن صاحب المكنة وصاحب الفكرة محتاج ربح، إذا المكنة لا يمكن تخسر. طب إزاي بقى؟ تقول أنت قلت ما ممكن الراجل اللي لعب مع المكنة كسب، لكن المكنة ما تكسبش، كيف تعالج هذا الأمر؟ معالجته بسيطة جدا، لأن إحنا في النهاية افترضنا إن هو بيلعب مع المكنة، هو ما بيلعبش مع المكنة أبدا. المكنة دي عبارة عن شيء تستخدم في الإنسان غرائز تغريه، اللي هي الغرائز حبه للمكسب، حبه للمنافسة. لذلك تلاقيها دايما فيها ألوان وكهرباء بتجذب انتباه الإنسان فتغريه فيظن أنه يكسب، لكن هو ما بيلعبش مع المكنة والمكنة اللي ممكن تخسر. ده هي المكنة دي بتجذبه هو وغيره، فهو بيلعب مع غيره بس مش شايفه عن طريق المكنة، وهما بيكسبوا من بعض. يعني عملية إعادة توزيع، يعني لو كل واحد معاه 10 قروش فهي بتعيد توزيع العشر قروش دي في جيوبهم من خلال فكرة الميسر هذا، ليس إلا. لكن في كل مرة هو بيلعب أو غيره بيلعب، أو في كل مرة بتعاد فيها التوزيع، المكنة بتاخد جزء عشان تغطي تكلفة الإيجار، تكلفة ثمن المكنة، تكلفة الرانينج كوست، تكلفة بتاعت إدارتها، زائد الربح. يبقى إذن كلمة إن إحنا الأول بيلعب مع المكنة دي طلعت مش مبسوطة، هو ما بيلعبش مع المكنة، هو بيلعب مع ناس آخرين خضعوا لنفس الايه الاتراكشن الجاذبيه لهذه الماكينه، فبيلعبوا مع بعض. كل مره فيهم حد بيلعب المكنه بتاخد جزء تكفي تكاليفها زائد الربح، يفضل بعد ذلك جزء. هذا الجزء توزعه عن طريق الازلام بقى بطريقة مش عشوائية قوي، بس طريقة محسوبة بحيث تزيد رغبتك في اللعب أو تزيد أملك في الفوز. فنيجي برضو نرجع للكفاءة الاقتصادية.
زي ما كانت الخمر ولا الكفاءه الاقتصاديه تبتدي من استخدام الموارد. هذه المكنه برضه مؤسسه ضخمه جدا زي مؤسسه الخمر، بس دي ما بتعصرش فيها حاجه، دي بتصنع ماكينات. ولذلك عمليه التصنيع سواء في الخمر او في الماكنه هذه فيها منافع للناس. هذه في عمال بتشتغل في موارد، لكن الموارد بتخسر قيمتها، لكن في جانب في منفعه على الاقل العمال اللي ما يعرفوش هم بيشتغلوا فين. يعني لما تروح المصنع اللي بيطلع المكن بتاع الخمر، بيطلع مكن مش عصير الخمر، المكن اللي بيقوم بهذه العمليه، ناس ما تعرفش بتعمل مكن ومستفيده، وقد يكون لا بيشربوا ولا بيلعبوا خمر. فهنا في جزء من المنافع، ليس المنافع في الاداء، اللعب نفسه بجيم الخمره، جيم الامار او شرب الخمر، مش ممكن شيء ربنا يحرم فيه كان يجعل فيه منفعه، لان في دي خبيثه، خمر مش من الخبائث. لكن الجهاز اللي وراها الاداري فيه من هذه المنافع. لذلك انا كثير جدا من الاقتصاديين يقول لك بيعتمدوا كثير من المشاريع اداره مؤسسه الميسر بتدفع لها فلوس وكميات ضخمه جدا، لان ارباحها فائق حجم الضرائب كبيره جدا. ولذلك انت في كل ميزانيه تبتدي دائما في رفع أسعار الخمور والضريبة على الخمر والضريبة على الميسر، لأن هو شيء معروف إن هو مفيش فيه مرونة في الطلب عليه. الناس زي السجاير مثلا ترفع السعر، برضه الناس بتشرب سجاير، ترفع السعر الناس بتشرب خمرة، تحط ضريبة على الإمار، برضه الناس في جاذبية لهذه الظواهر الإنسانية من البشر. فتيجي للكفاءة الاقتصادية تحسبها من بداية ازاي ضياع الموارد، وضياع هذه الموارد بيؤدي في النهاية ان انت بتحول المنتج سواء اشياء طبيعية جدا يستفيد بها الانسان الى مواد يتضرر منها الانسان. كذلك الخمر، لما تشوف دور الامار سالك الميسر، يعني دول فخمه جدا ومؤسسات ضخمه ابنيه، يعني الناس اللي بيبنوا البناء ده ما يعرفش ده هيعملوه امار ولا لا، مكان للامار ولا لا، هو بيبني، هو بنى، قد يكون هو مستفيد، لكن في النهايه المجتمع كله يخسر. وتكون الكفاءه الاقتصاديه باستخدام هذه الموارد بالسلب، يعني أشياء ربنا سبحانه وتعالى منحها الإنسان عشان يتمتع بها في الحياة، يوم يستخدمها للضرر، فبدل ما يصبح فيها يتمتع بها تجد أن هي تؤدي إلى سوء ومشاكل، سواء هذه المشاكل تعود عليه شخصيا بالمرض أو الإدمان أو على المجتمع. طيب ده بالنسبة للكفاءة الاقتصادية. الميسر هنا بقى معيار إيه؟ لما بيحط الكوينز أو الفلوس دي، هو ما بيخدش مالي مقابل مالي، لذلك إحنا لم ندركها في خريطة المعاملات، فهو بيدفع مالي مقابل إيه؟ وعد. وده بقى معيار في الميسر، ان انت لما دايما في البيوع في الاسلام تجد الثمن والمثمن واضح جدا، لازم يكونوا واضحين. انت هنا الثمن واضح او بتدفع فلوس، طب بتاخد ايه مقابل ذلك؟ مجرد وعد قد يفي به ولا يفي، وهذا من الغرر اي حاجه تانية، لكن لا يخضع لقواعد البيوع. صور الميسر أصبحت النهاردة كثيرة جدا، وخاصة
في الوعد بجائزة كبيرة جدا، يقول لك اتصل بالتليفون، مكالمة التليفون دول كبيرة جدا، بتدفع منها قد المكالمة العادية ممكن 20 أو 30 أو 50 ضعف، مقابل وعد بأن أنت تحصل على جائزة. ده من الميسر، ده هو نفس ماكينة الميسر. طالما المثمن غير واضح يبقى ده ميسر، وتعددت صور الميسر. وأكثر شيء هذه الإعلانات التي أصبحت تملأ النهاردة الميديا، إن أنت أبسط حاجة تتصل بالتليفون أو تدفع مبلغ زهيد مقابل إن أنت احتمال مكسب، هذا الاحتمال يدخلك في الميسر مباشرة، سواء الذي ينظم ذلك أو الأهم واحد الذي يقوم بممارسة هذا العمل. ولذلك يجب أن نكون حذرين وفاهمين التكييف الفقهي للميسر. ما تفتكرش إن ده مش ميسر، ده ميسر. وليه أنت تدفع مثلا في مكالمة تليفونية 5 جنيه على أمل إن أنت تكسب؟ وخاصة يعني في ساعات بتبقى الفئة بسيطة، يعني في الناشونال لوتري هنا في ناس عندها ميزانية كل يوم هو راح يشتري الجريدة، وللأسف يعني يشتري الجريدة والسجاير وشوية حاجات كده، يحط جنيه يلعب بيها الناشونال لوتري، ويقول لك مش مهم جنيه على أمل إن هو يكسب. هذا هو الميسر بعينه. الأصل في البيوع إن الثمن يكون واضح والمثمن يكون واضح. إذا كان البضاعة أو المثمن مجرد وعد تدخل في الميسر على طول. وهذه نصيحة ألا تقرب ذلك. ليس إن أنت هتخسر بس، طبعا أكيد هتخسر، لكن إن أنت بتتعدى على حد من حدود الله، وهي كما ذكر الله سبحانه وتعالى إثم فاجتنبوا. كل ما يؤدي إلى ذلك العمل ابتعد عنه. بذلك نكون قد أنهينا الكتاب الاقتصاد الإسلامي مبادئ المحدود. طبعا هذا الكتاب كمنهج يكفي ليكون للدارس فيه إنما يستوعبه، وأنا يعني أعطيته ككورس متكامل ضمن الدراسات الإسلامية في ماجستير، حاصل كماجستير في الدراسات الإسلامية. احنا نحاول إن شاء الله نحن نعمل كورس خاص بالاقتصاد الإسلامي محتوى هذا الكتاب اللي هو الاقتصاد الإسلامي مبادئ وحدود. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. دمتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.